اتفضل. حد عاوز يسال؟ اتفضل تاني. سامي ده مبروك طبعا التعاون مع شركه اللي جاي. سؤالي بس ليه شركه؟ اول حاجه حضرتك بعد الماتش الثاني قلت ان محمد النني مش عشان مره تمرين واحده صح كده؟ لا قلت لك مش هتكلم بالتفصيل. ما انا قلت لك وقلت لك في المرحله ما بتكلمش بالتفصيل، فحط كلمه ما بتكلمش بالتفصيل، فهمتني؟ مش هتكلم على فرقتي وتفكيري، ما بتكلمش بالتفصيل يعني معناها ان في حاجات في مخي برضو مش هتكلم فيها، واستحاله اتكلم فيها طبعا، ان في حاجات برضو بتبقى خاصه بالمباريات وحاجات فنيه. انا عاوز ايه من المباراه اللي هناك، وعاوز ايه من المباراه اللي هنا، وشكل المباراه اللي هناك عامل ازاي، وشكل المباراه اللي هنا عاوز عامل ازاي، وشكل فرقتي انا عامل ازاي، حاله اللعيبه عامله ازاي، وبس كده، مش هتكلم اكتر من كده. فندم انا بتكلم في الماتش. طب خليني خليه بس بس, بس على مهلك اتفضل، بس على مهلك يا شباب. استبعاد مين؟ كابتن طارق مصطفى. احنا بنقول الاعلام ده سؤال قديم قوي السؤال ده بقى، وتجاوب عليه كتير. لا جاوب عليه كتير قوي بقى، لا جاوب عليه كتير قوي يعني يعني ما يعني ما انت ساعات ما بتقول السؤال ده لازم انا ارد اقول لك قديم قوي السؤال ده وترد عليه قبل كده. تحياتي لحضرتك يا كابتن حسام، وبهنيك على الصعود، وبتمنى لك التوفيق يعني في المرحله اللي جايه وفي كل مشوارك ان شاء الله. لكن خليني اسال حضرتك يعني، هل طريقه اللعب هي اللي اثرت على مستوى بعض اللاعبين وخاصه المحترفين زي محمد صلاح؟ محمد صلاح متالق، مصطفى محمد يعني يعتبر هداف فرقته منذ انضمامه لغلطة سراي التركي، هل طريقه اللعب هي اللي اثرت او اظهرت اللاعبين المحترفين بهذا المستوى او بصفة عامة مستوى المنتخب؟ طبعا يعني حضرتك اكيد اكيد نجم كبير، ومش راضي عن المستوى اللي ظهر بيه المنتخب تماما. خلينا يعني نقول ان انا قلت لك ان انا احنا حققنا الهدف، لكن انا مش راضي عن الاداء. وخلينا بلاش كلمه بلاش كلمه المحترفين، لان احنا يعني بالاداء مش كويس، فالاداء للفرقه كلها يعني، الاداء كان للفرقه كلها ما كانش للمحترفين بس يعني. احنا قلنا مش راضيين عن الاداء، يبقى اداء الفرقه كلها. كابتن حسام، قبل المباراه شفنا كلام كثير عن ازمه شاره القياده والشاره والجزئيه، لقينا ان لقيت في ازمه؟ لا لقينا ان حضرتك. طيب مش سؤال ليه يا جماعه؟ يعني بطلب منكم رجاء رجاء ان انتوا عندكم وعي يعني، ما دام ما فيش ازمه خلينا يعني تبقى اسئلتكم فيها شيء من الايجابيه. اتفضل. حل دي ازاي يعني؟ لا مش تحل، انا ما حلتش حاجه، انا ما حلتش حاجه اصلا، ما فيش ازمه حصلت. الامور كانت بسلاسه جدا، مفيش ازمه حصلت. ف يعني خلينا نتكلم في حاجات ايجابيات، ادونا طاقه ايجابيه، ادونا. طب الحمد لله مفيش ازمه، الحمد لله يعني ما حصلش ازمه، ومفيش ازمه اصلا، مفيش اي جانب من الاعتراضات، مفيش حد من اللعيبه اتكلم، لا مفيش اعتراضات الحمد لله. كابتن حسام يعني